غادي نقول لك الطاس التاريخ ديال هذا الحي. الطاس الاتحاد البيضاوي، المدرسة التاريخية ربما اللي تبنات 1970 ديال السي العربي الزاولي الله يرحمه، ما يمكنش لأي واحد غيوه. بيضاوي حر، أي واحد كيبغي هذا الفريق ما يجيش يوقف ويتضامن معاه. فريق الطاس ما غاديش نقول لك مات، ما غاديش نقول لك طاح، ما نقول لك مشى، ولكن من كنشوف هاد الوجوه، هاد الوجوه الغيورين، أبناء الطاس، أبناء الحي المحمدي، أبناء اللي دافعوا على هاد البلاد هادي وعلى هاد المدينة هادي، جاوا اليوم باش يوقفوا وقفة ديال المساندة، اللي عارفين خبايا ديال الطاس، اللي عارفين اش واقع في الطاس، اش واقع في الاتحاد البيضاوي. المسير والرئيس اللي ما كانش في المكان المناسب، الرئيس اللي ما عطى حتى شي حاجة، المسؤول اللي كيهبط الفريق لهوات خصو يمشي بحالاته، المسؤول اللي ما كيعطي حتى شي إضافة للفريق الطاس خصو يمشي بحالاته، المسؤول اللي شد الفرقة ورونها وعجنها وما خلى فيها تاريخ خصو يمشي بحالاته، لأنه ما يصلحش، ما يصلحش واحد ما عندوش خير على هذا الفريق أنه يسير الفريق، ما يصلحش شي واحد اللي جاي من مكان بعيد. ما ماشي حنا عندنا العنصرية، ولكن اللي ما عطيتش الفرقة ونزلتي بها لواحد الدرجة ما تستحقش، لأنه الطاس كان هو المزود، كان هو التاريخ اللي كان كيعطي اللاعبين، كان فريق ديال سواء المنتخب أو الفرق المغربية كلها كان عندها إلا لاعب ديال الطاس. فين هي الطاس؟ الطاس مشات، الطاس ماتت، ولكن لنا الشرف أنه كاين بعض الرجال اللي دائما واقفين حلقهم على هذا الرئيس هذا اللي دار ما بغى في الطاس، اللي دار ما بغى وبغى يغطي، بغى يغطي الصورة ديال الطاس أنه بغى يجلب مدرب في المستوى. أنا كنظن سير في حالاتك، حط السلاح وسير ارتاح، حط السوات وسير في حالاتك، خلي وجوه شابة اللي غيور على هذا الحي وعلى الطاس وعلى هذا الفريق باش يرجع للأمجاد ديالو. ما يمكنش أنه هاد الناس غيسكتوا، وما عمرهم غادي يسكتوا وغادي يبقاو واقفين صامدين، لأنه تاريخ الطاس خصو يبقى نقي.